قاعد نسولف يا عبد المجيد، تدري الحين من جمال الشيء عدم اكتماله. سبحان الله، ما تشوفه والله العظيم من جمال الشيء احيانا عدم اكتماله. بدي اشرح لك بمثال حي. انا مثال حي، إيه؟ في شاعر مصري اعرفه اسمه كمال، كل شيء حوله كامل، كل شيء يشابه اسمه الا هو ما يشبه اسمه. الله، غير كل شيء حوله كامل الا هو ما يشبه اسمه، ما يمثل الكمال بالصدق. ليش؟ لانه انسان والكمال لله سبحانه وتعالى. الحين فيه ما يسمونه نصف القمر، دائما بعض الاماكن يسمونه. اسف يا كمال ما قدرت اكمل سالفتك، كمل. لا، ما في بعض الاشياء يسمونها نصف القمر. نصف القمر الا نصف القمر ايضا جميل. ايه، راح الكمال يلا دق عليه وتوامع. لا، هو يتكلم عن الكمال، يقول الشيء لا صار ناقص يطلع حلو، والكمال بعد فعلا ما قالها عادل، انت اللي قلتها. لا لا، انا ما قلت حلو، هو صادق عبد المجيد. انا اقول، انا والله وانا صادق، جمال الشيء في عدم اكتماله. اذا كان الشيء كامل، اذا كان الشيء كامل ما في ثغره يا اخي، سبحان الله، ما تشعر ان فيه جاذبيه. حالات الشيء قسما بالله يا الربع اني انا مجربها، انه يكون ناقص لو شيء خفيف. عشان كذا اللهم لك الحمد، الانسان ما في انسان كامل الا رسول الله صلى الله وسلم عليه، وهو حاله استثنائيه، جماله في اكتمال الرسول. لو تشوف شيء جميل قدامك، مثلا مكان جميل جدا، ممكن تشبع عينك في لحظه، في لحظته. زين، جبت مثال. ايه عادي، وعقب تروح وتقول والله شفت المكان، بس انك ما تحرص عليه، لكن تشوف مكان يجذب. يعني احنا الحين في مكان ممتاز جميل جدا، لكن في زاويته لوكيشن في الجزيرة، مثلا لوكيشن قديم شوي، ما تشعر بنعمة جمالية الجزيرة هذه إلا لما تشوف اللوكيشن هذا. عرفت كيف؟ صح، زي كذا. فأنا في مثال عندي بس ما أقدر أستطرقه، تدري ليه؟ ليش؟ لأنه مو هو بكامل. الله، في جزء مفقود، في شطحة، في إيه، في عيال مفقود. نقدر نبلغ ساعد جمعية، بكلم ساعد وبجي. زين، روح بروح أشوف ساعد. خلها عشان الظهر قاطعنا ذا، خلي أعلم. أبشر أبو سام. لا قاعد لا خليك ملح لا والله ساعدنا أمو. الحين شوف، ما يقولون حتى من ضمن الطريقة اللي أنتم قاعدين تتكلمون فيه، في شيء اسمه النقص يولد القوة. الله، استشهاد حلو. النقص يولد القوة. سبحان الله. أيضا نصف الشيء أيضا يجيك قوي وجميل، يلفت الانتباه. طيب يوم الحين النقص، الحين النقص يولد القوة، يعني قوة أمه ولا أبوه؟ لا، أمه أكيد، لأن هي اللي ولدت. من أبوه؟ يولد. إيه؟ النصف المفقود. لا، هو بيطري. الله. النقص بيطري يا عيال. ها؟ النقص بيطري، مو بطبيب. أنت تقول النقص يولد بيطري. القوة. إيه، بيطري. لأنه يولد. صح. فأتمنى إذا كان بيطري. صح. يعني النقص يولد القوة. إيه، بيطري. القوة بيطري هي اللي ولدت. يولد. النقص هو اللي ولدها. النقص يولد. إيه؟ هذا النقص. هذا النقص. الحين أنا النقص من غير شر لي. عرفت كيف؟ وهذا القوة، النقص يولد القوة. عرفت كيف؟ يولدها، يطلعها. إيه؟ من الضعف. الله، يطلعها كيف؟ الضعف، من الضعف. لا بس يعني القوة أمها الضعف. أيوة، لأنه شو؟ عشان كذا النقص يولد القوة. عشان كذا يولدها من وين؟ الإبداع يأتي من رحم المعاناة. يا أخي، شوف كيف ربط الأشياء في بعض. صح، شفت كيف؟ من النصف، إنه الاكتمال إذا كان يعني نصف جميل. الله، صح. وهذا يقول قطعتنا وأنت قطعت. صح. لا والله معكم حق. هم في أي مستشفى النقص هذا؟ أي مستشفى يشتغل؟ في نقص مستشفى ذا؟ لا هذا بيطري. أنا في الحوية. أي مستشفى؟ على في بيطري، شو جزار بيطري، بيطري حق قريب من الماقف اللي قد قلت لي عنه. أيوه، اللي استأصل الحمار الميت من رأسه. يا سلام. الله، جفت. استأصل وشو؟ حمار ميت من رأس عبد المجيد، لأن أنا مشخصنها مع عبد المجيد من يوم ما مسك العمادة، وهو ما هو عبد المجيد اللي أنا خابره. وعبد المجيد بيني وبينك نقطة نظام لو سمحت. ده بينك بينك. شوف الخلاف. شوف نقطة النظام هذه، هي شلها. لا ردها لو سمحت. خلاص ردها. خلاص. أنا طالب يا نظام. نظام. لا خلاص. معاونين يا فشل. أنت معاون، هو ترى معاون. يقول طلع هذا من رأس عبد المجيد، وأنا عمدته، ولا زلت. ما لبست العمدة. ولا زال. البس العمدة. ولا زال تحت سيطرتي. ما زالت اعتذر عن كلمتي، انا نسيت اني معاون ونسيت انك عمده. انا زعلان عليك، مو بنسيت انك عمده، ادري انك عمده. لا اله الا الله. يقول ابن جدلان وكلمه اللي مدري ويش، دام هي تمشي مشى كانك ما سمعت، اعطاها سكب وطلع يا اخي. غيرها، تشوف بعض الاحيان. طب ليش تعطيها سكب وانا ابي اتهاوش معك؟ ابعلم انا بتهاوش. طيب معك، قل لا اله الا الله يا اخوي، بتهاوش معك انا بعض الاحيان. اذا ركزت اخ، انا بتهاوش معك الحين. لا تكفى، بعض الاحيان ابي اتهاوش معك، افتح نقاش يا اخي. الرجل حق من حقوقه يتهاوش معك. طيب، دي مفتاح معي النقاش حلو يا عيال. الحين اذا بعض والله العظيم، الحين بعض الاحيان الحاجات السلبيه اذا ركزتها وش تسبب لك اذا ركزت فيها؟ تسبب لك الضمور والتعب والارهاق والنفسيه. صح، انا مش مركز. والله انا داري انك تسبح
مع اللي لا. قاعد انت سمعت ابو سامي؟ اسمع كل يوم وانا هنا اسمع كل يوم وانا هنا اسمع عاشوا حلو الجو عاشوا ابو سامي لا يا ابو سامي تكفى وكندو ايه ناس عايشين وكندو احنا هنا قاعدين ابراهيم المعيدي شوي ديلمو ديلمو دينمو متوقع عند المجيد انت نفسي لا ان شاء الله لا اتوقع انها براي لا ان شاء الله